يعطيكم العافية. أنا أحمد ملكاوي، أخصائي علاج وظيفي، ماجستير في علوم التأهيل السريري من جامعة العلوم والتكنولوجيا. راح نفرجيكم مجموعة أشياء من صنع مركز الرؤية الحديثة بأيدي الأستاذ أسامة مهداوي. في عندنا هون العدسات المضيئة تستخدم لأطفال التوحد لإشباع الرغبات الحسية الموجودة عندهم. برضو في عندنا كراسي مخصص لأطفال شلل الدماغي مثل هذا الكرسي، بالإضافة للكرسي الثاني هو بشكل مختلف لكن بخدم أهداف معينة نستخدمها أطفال الشلل الدماغي. أنا راح نفرجيكم غرفة السنسوري روم، هي غرفة مبنية على أساس إشباع الرغبات الحسية عند أطفال التوحد. من أول نقطة راح نحكي عنها اللي هي الشاشة الـ 3D، ممكن نحكي عن الإضاءة، العدسات المضيئة بأحجام مختلفة بألوان مختلفة، بالإضافة إلى الموسيقى العلاجية عن طريق البيانو، بالإضافة عندنا هون الرمل اللي هو الساند ثيرابي راح نستخدم معه، بستخدم الأطفال اللي عندهم مدخلات حسية في الضغط العميق للمفاصل والعضلات وغيرها من المشاكل الحسية عند أطفال التوحد. الآن عندنا غرفة السنسوري جيم. غرفة السنسوري جيم تحتوي على مجموعة من الأدوات اللي بتساعد الأطفال، سواء كان الطفل توحد، طفل تأخر نمائي، أو الأطفال الطبيعيين اللي عندهم مشاكل حركية، في التغلب على هاي المشاكل من ناحية إعطاء مختلف النشاطات اللي بتساعدهم على تقوية عضلاتهم، تقوية المهارات الإدراكية الموجودة عندهم، بالإضافة إلى إفراغ المدخلات الحسية. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيف حلقة لليوم أخصائي العلاج الوظيفي أسامة مهداوي. بداية يسعد مساك. أهلا وسهلا فيك، حياكم الله. في البداية، وحضرتك صاحب أكاديمية ومركز الرؤية الحديثة للتأهيل والعلاج الوظيفي تحديدا في محافظة إربد، تعرفنا وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. طيب، اول شيء اهلا وسهلا فيكم. انا اخصائي العلاج الوظيفي اسامه مهداوي، خريج جامعه العلوم والتكنولوجيا الاردنيه سنه 2009 2010. تدربت في العديد من المراكز والمستشفيات داخليا وخارجيا، حاصل على العديد من الدورات من مراكز خارج الاردن وداخلها. طبعا انا كمان عضو في جمعيه العلاج الوظيفي الاردنيه وعضو في جمعيه المعالجين الوظيفيين العالميه WOFT. قدمت في البدايه على العديد من الاعمال الفرديه والمنظمات الخيريه مثل جمعيه الفكر والحوار. اشتغلنا على الحالات العائلية البسيطة، بعدين على الأوسع 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 الأوسع، حتى وصل عنا إن نوصل إن نفتح المركز بشكل علني وبشكل رسمي. عرفنا أكثر عن الأكاديمية، الأقسام الموجودة عندكم، الطاقم الطبي اللي تتميزوا فيها. طيب، هسا بالنسبة لمركزنا، احنا مركزنا اسمه مركز الرؤية الحديثة للعلاج الوظيفي. هسا الأكاديمية والمركز هم منبثقين من معنى العلاج الوظيفي. يعني احنا مركزنا والأكاديمية هم جزء من المسمى السامي لتخصصنا، لأنه احنا تخصصنا من التخصصات السامية اللي هي مهنة الرعاية الصحية لزيادة الاستقلالية في الحياة. احنا بنوصل المرضى ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى المتعرضين للحوادث او اصابات الدماغ او النخاع الشوكي، او الاطفال اللي عندهم اضطرابات عصبية نمائية مثل طيف التوحد والشلل الدماغي الى اقصى مراحل الاستقلالية، وانهم يكونوا اكثر استقلالية في مهارات الحياة اليومية. يعني العلاج الطبيعي بيشتغل معاهم انهم يكونوا يبلشوا بالحركة، احنا بنشتغل عشان يوصلوا للحركة
الدقيقة اللي يكونوا فيها أكثر استقلالية في أداء مهارات الحياة اليومية. كنا أكثر عن برنامج التقييم اللي بتتبعوه في تقييم المرضى وتشخيصهم. حسب البرنامج التقييمي، إحنا بنعتمد العديد من البرامج التقييمية على مستوى محلي ومستوى دولي، والمركز عندنا مرتبط في عدد من المراكز داخليا وخارجيا. ولكن بالنسبة للتقييم، كل حالة لها تقييمها الخاص. يعني ما يعني حتى لو كانت الحالة مثلا أوتستيك توحد، تقييمها بتختلف من طفل توحد لطفل توحد. مريض الجلطة الدماغية يقيم ليس بنفس تقييم مريض جلطة دماغية آخر، لأنه كل واحد يعامل حسب الحدة، حسب حدة إصابته في المرض أو حسب حدة الإصابة في الإشي اللي متعرض له. ولكن على مستوى التقييمات، إحنا في عنا تقييمات دقيقة، بنعتمد على أكثر من تقييم. كل تقييم حسب القسم، يعني قسم العلاج الوظيفي تقييم العلاج الوظيفي، قسم العلاج الطبيعي تقييم أخصائي العلاج الطبيعي، القسم النطقي تقييم أخصائية النطق، القسم التربية الخاصة معلمين التربية الخاصة، طبعا تحت إشراف أطباء التأهيل، أطباء الأعصاب، أطباء العظام، ليكون مركز متكامل ويحصل على مسمى مركز تأهيلي كامل. لأنه من المعروف أنه مركز التأهيل هو لازم يحتوي على طبيب التأهيل وطبيب العظام وطبيب الأعصاب والمعالج الوظيفي والمعالج الطبيعي والمعالج النطقي. فهذا هو فريق التأهيل، وإحنا بنحاول أن نوصل للفريق التأهيل الكامل، بحيث أنه تكون الماكسيمم بنفنت، يعني الفائدة يعني الفائدة المنشودة توصل للمريض اللي إحنا بدنا إياها. هاي هي الماكسيمم بنفنت. كأخصائي علاج، شو النصيحة للأهالي اللي عندها ثقافة العيب من أولادها اللي بيعانوا من طيف التوحد؟ أولاً طيف التوحد هو ثقافة العيب، هي أول إشي خاطئ جداً. لأنه الطفل المصاب بالتوحد هو عبارة عن طفل موجود في عالم، والعالم اللي هو موجود فيه يعني بطبيعته يعني لازم تتعاملي معاه بطريقة خاصة. لأنه مرض التوحد هو اضطراب عصبي نمائي، يتم تشخيصه بعد السنة الثانية عن طريق طبيب الأطفال أو المختصين في التشخيص. فالأهل أما يتشخص ابنهم في مرض التوحد بتكون الصدمة عندهم صدمة عالية. لا، ولكن إذا تم التدخل المبكر والسريع لطفل التوحد، طفل التوحد يتواصل اجتماعيا، التواصل الحسي يصبح عنده أكثر سرعة، أكثر استجابة، وفي بعض الأنواع من طيف التوحد بيكونوا أطفال أذكياء جدا، فممكن إنه توصل معهم لمراحل يعني مراحل فائقة من 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 التواصل، من الاندماج إلى آخره. ولكن التشخيص المبكر والتدخل المبكر هما العامل الأساسي. ثقافة العيب أنا بنظرتي إنها هي عدم تقبل الواقع، هي في البداية بتكون، ولكن الأخصائي أو المعالج المهني هو اللي عنده قدرة الإقناع الأهل على تقبل الواقع عن طريق الإرشاد النفسي، عن طريق الأخصائيين الطب النفسي أو عن طريق أخصائيين العلاج الوظيفي، بحيث إنهم يشرحوا للأهل المرض كمرض، أعراضه، كيف ممكن يتعاملوا معه، كيف يتعاملوا الأخصائيين مع الأهل داخل المنزل وخارجه. لأنه شغل المعالج وحده لا يكفي، لازم يكون تعاون بين الأهل وبين المعالج لتتم عملية العلاج على مدار الساعة. رأيك شو
اكثر تميزا في نجاحك عن غيرك هذا المجال؟ اولا الحمد لله وفضل الله انه الواحد اما يكون يداوم على العمل باستمرار على قراءة المستجدات في هذا المجال والعمل مع الأشخاص الأكفاء ومتابعة التعليمات اللي من أطباء الأعصاب أو أطباء العظام حسب إذا كانت اضطرابات عصبية أو إصابات جسدية. هذا بيساعدك انك انت تنمي قدراتك، تنمي مهاراتك، تزيدي تفاعلك مع ذوي الاختصاص، وهذا الحمد لله اللي احنا بنعمل فيه وبنحاول نتواصل مع جميع الناس الموجودين في داخل الاردن وخارجها من اصحاب الاختصاص. ما هي اهم المشاكل والمعوقات والتحديات اللي واجهتك في هذا المجال؟ المشاكل والمعوقات. المشاكل والمعوقات هي بتبدأ فعليا انه من الجامعات، لانه جامعاتنا اول شيء احنا ما بنحكي انه اول شيء الله يجزيهم الخير ويعطيهم الف عافيه، بس التدريب الميداني لاي طالب من تخصصات التأهيل اذا ما كان تدريب فعلي وحقيقي صعب انه الخريج يتاهل بسوق العمل بسرعه. هاي اول عدم وجود نقابه او عدم وجود هيئه رسميه لكل العاملين في التاهيل سبب ثاني. السبب الثالث عدم قناعه الناس أو عدم معرفة الناس في بعض التخصصات مثل السمع والنطق، العلاج الوظيفي اللي هي طبعا أساس علاج العديد من الأمراض اللي منتشرة في الوقت الحالي. ننتقل للجانب الوطني، لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة ماذا ستحب أن تقول له؟ مع أن جلالة سيدنا من الناس ذوين المعرفة والخبرة، وأنا يعني متأكد أنه هو بعرف تخصصات التأهيل وبالذات الأوكيبيشنال ثيرابي، لأنه إنسان قادر على تمييز الأمور جميعها. لو قدر لي أنه وإلي الشرف أني أقابله راح أنقل له صورة الوضع التأهيلي أو وضع الأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة من أطفال توحد، من الناس اللي عندهم إصابات في الدماغ، الشلل الدماغي، إصابات العمود الفقري، الناس اللي عندهم السي في اي، وشو مدى حاجة كل المحافظات إنه يكون فيها مراكز متخصصة ومؤهلة بفرق علمية طبية بحتة. وكمان أنا كمان لو قدر لي أن أقابل جلالة سيدنا راح أطلب منه استغلال بعض الأماكن اللي فيها ثروات لا يستهان فيها مثل الحمى الأردنية، لأنه العلاج بالمية الكبريتية هي عبارة عن ثروة وطنية وعلاج فعال جدا. الهيدروثيرابي وخاصة في الماء الكبريتي أو الماء المعدني هي عبارة عن علاج عديد من الأمراض وهي غير مستغلة في المجال الطبي نهائيا. فهذا هو المطلب اللي أنا إذا قدر لي هذول اللي راح أحكيهم للجلالة السيدة بإذن الله تعالى. بصمة حياتك شجعك وأعطاك الدافع لتوصل هاي المرحلة. والله مين بتحب توجه رسالة شكر برنامجنا؟ طبعاً أنا أول إشي أخص بالشكر الجزيل لوالدي عليه رحمة الله، وكمان السمو الأميرة ماجدة رعد ومديرة مكتبها آني أبو حنة، هم من الناس اللي كمان دعمونا كثير مش شوي، ومن الناس اللي تركوا بصمة وشجعونا على العمل والمسير إلى الأمام،
وطبعا اخص كمان فريق العمل اللي معي في المركز من بدايه ما فتحت المركز الى هذا اليوم، واحنا ايد واحده، وان شاء الله هذا شيء ما حدا بينكر لهم اياه. واشكر كل القائمين منكم على هذا البرنامج وعلى حضوركم وجميع المشاهدين. كيف ممكن الساده المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ احكي لنا موقع المركز بالتفصيل وطرق التواصل. طبعا احنا مركزنا في اربد الحي الشرقي غرب شرق دراوشه، مجمع ابو عين والصوار حسن وسنتر الطابق الاول. ارقامنا موجوده على موقعنا على الفيسبوك مودرن فيجن فور ريهابليتيشن اند اوكيبيشنال ثيرابي، وعلى انستغرام. في هذا اللقاء نود ان نشكر السيد اسامه مهداوي على حسن وقته لنا، على امل ان نلقاكم في حلقه جديده. شكرا لك، نورت شاشتنا. الله يسعدك ويخليك والله يعطيك الف عافيه، اهلا وسهلا فيكم.